الأسر يواصل عطاؤه. فقد أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الجراح العالمي مجدي يعقوب وافق على البدء في تنفيذ وحدة لمؤسسة يعقوب ملحقة بمستشفى النصر بمحافظة بورسعيد، وذلك لخدمة أهالي المحافظة، وستكون إشعاعا علميا لكل محافظات القناة، مؤكدة أن مركز مجدي يعقوب من ضمن مؤسسات المجتمع المدني التي لا بد من دعمها حتى نعطي رسالة للعالم بالدور الذي تقوم به هذه المؤسسة على المستوى الطبي أيضا وعلى المستوى العلمي، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة قائمة على دعم وتبرعات المصريين، فهم الأساس في علاج كل المرضى الذين استفادوا من الخدمة الطبية التي تقدمها المؤسسة بشكل راق طيلة الفترة الماضية، وأن الدولة تسعى دائما لمساندة أي عمل خيري يخدم المواطنين خاصة في مجال الصحة. احنا جايين نشكر الدكتور مجدي يعقوب على رسائله العلمية والإنسانية، وإحنا داعمينه وداعمين مؤسسة مجدي يعقوب ومداعمين كل المؤسسات الطبية اللي في بلدنا اللي بتقدم خدمة بشكل راقي جدا، وإحنا بلدنا دايما فيها الخير، والفاونديشنز دي والمؤسسات دي قائمة على أموال المتبرعين المصريين، فالمريض المصري بيشارك هو وأسرته في الخدمة، فإحنا جايين ندعم مجدي يعقوب.